لدى تسلم سموه لتقرير عن نتائج ورش عمل التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة 2019 و2022، فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى تضمين 29 سياسة و106 مبادرات موزعة على 6 محاور رئيسة اقترحتها ورش العمل للاسترشاد بها في برنامج عمل الحكومة المقبل، مشيدا سموه بمخرجات هذه الورش والجهد المبذول في استشراف في تطلعات الحكومة والمواطنين المستقبلية وترجمتها إلى محاور ومبادرات وسياسات قابلة للتنفيذ لتستمر مسيرة التنمية والازدهار في انطلاقتها، بما يلبي تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، مثنيا سموه الدور المحوري لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في متابعة وتيرة الإنجاز، وشكر سموه جهود أصحاب السمو المعالي نواب رئيس مجلس الوزراء معربا عن التقدير للدور الكبير الذي اطلع به سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في بلورة نتائج ورش العمل ووضعها في إطارها النهائي تمهيدا لتضمينها في برنامج عمل الحكومة المقبل. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، حيث قدم لسموه تقريرا عن ورش عمل التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة 2019-2022 والتي عقدت بناء على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي وذلك برئاسة أصحاب السمو المعالي نواب رئيس مجلس الوزراء، وأثمرت مخرجات تمثلت في عدد من السياسات والمبادرات غطت المحاور الست تطلعات برنامج عمل الحكومة، وهي المحور الاقتصادي والمالي ومحور البنية التحتية والمحور التشريعي ومحور الأداء الحكومي والمحور البيئي ومحور الخدمات. وقد عبر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لما جاء في التقرير، حيث وجه سموه إلى ضرورة أهمية استمرار الأداء المتكاتف بين جميع الوزارات والأجهزة الحكومية لتعزيز المخرجات وبلوغ التطلعات المستقبلية وتحقيق المزيد من المكتسبات النوعية بمواصلة تنفيذ ما يؤكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى من أن المواطن هو محور التنمية وهدفها الأسمى ضمن إطار مسيرة التنمية الشاملة بقيادة جلالته حفظه الله ورعاه. نوه سموه بالجهود التي قامت بها كافة الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة 2015-2018 وبالدور المحوري لصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في متابعة وتيرة الإنجاز واستدامته، مشيدا بحرص سموه على البناء على هذه الوتيرة في صياغة التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة القادم ضمن مخرجات الملتقى الحكومي. كما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور وجهود سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة في متابعة سير ورش العمل التي شهدت مستوى عالي من المسؤولية والجدية في تناول السياسات والمبادرات وتقديم المقترحات والمشاريع التي تضمن مستويات أكبر من الكفاءة والفعالية في الأداء، والذي يتم الحرص على ترسيخه في جميع أوجه العمل الحكومي لتحقيق درجات متقدمة من الإبداع والإنجاز. وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الأمل في أن تثمر هذه الجهود في تعزيز مكتسبات الوطن والمواطن على مختلف المجالات، منوها بما هو قائم من التعاون مع السلطة التشريعية، مشيرا إلى ما تم إنجازه على هذا الصعيد من تواصل مثمر وبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. من جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن شكره وتقديره بما تفضل به سموه من توجيهات سديدة لتدعيم مسارات العمل الحكومي وتعزيز مردوده، مشيرا سموه أن الإنجازات التي تتم خلال هذه المرحلة والتي تأتي بعد الملتقى الحكومي الذي انعقد برعاية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وبمبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، جسدت معطيات هذه المرحلة مع استشراف متطلبات وتطلعات المستقبل. في ضوء مخرجات الملتقى الحكومي 2017،
كانت لورش العمل التي عقدت في ظل الملتقى لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل رؤى وتطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022، الأثر البالغ في تحديد الخطوط العريضة للتطلعات المستقبلية للعمل الحكومي. ارتكز الجهد في سلسلة ورش العمل على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة، بالإضافة إلى أهداف العمل الحكومي الثلاثة في المرحلة المقبلة، وهي إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص، والمواصلة في دعم الإبداع والتفوق، والاستثمار في المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، والتي يتم العمل على تحقيقها عبر أربع أدوات، هي تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية، ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة. وتم اعتماد 29 سياسة و106 مبادرات تم رفعها من خلال الورش الثلاثة السابقة لمحاور تطلعات برنامج عمل الحكومة المقبل، وهي المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية، والمحور التشريعي والأداء الحكومي، والمحور البيئي والخدمات. وانطلاقا من أهمية إشراك المواطن في رسم التطلعات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة المقبل، تم فتح المجال للمواطنين لإبداء الرأي ووضع المقترحات حول ما سيتم إدراجه ضمن تلك التطلعات، وقد تم استلام العديد من المرئيات والمقترحات التي أكدت على الحس الوطني العالي وروح المسؤولية لدى المواطنين للإسهام في المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إن عملية النمو والبناء تستدعي استيعاب متطلبات التطوير واستمرار العطاء من خلال مشاركة كافة أبناء البلاد لتحقيق المزيد من الإنجازات عبر المسيرة التنموية والنهضة الشاملة في مملكة البحرين.